في خضم الغموض الذي يهيمن على مآلات التنافس بين الحزبين الأمريكيين والسباق نحو البيت الأبيض، ارتفع عدد المشرعين الديمقراطيين الذين يطالبون المرشح الديمقراطي الرئيس جو بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي إلى 35 مشرعاً. لكن بايدن يصر على قدرته على هزيمة ترامب المرشح الجمهوري. وقبل أيام قليلة قال بايدن إنه سينسحب في حالتين، إما لحالة طبية أو لنتائج استطلاعات تؤكد انعدام حظوظه للفوز. وذكرت تقارير أمريكية في وقت سابق أن الديمقراطيين عولوا على ضغط قد يمارسه كل من أوباما وبيلوسي لإقناع بايدن بأن الوقت قد حان للركون للراحة، بالنظر لكونهما من أشد المقربين منه. هذا وقال ديمقراطيون إن حملات جمع التبرعات لإعادة انتخاب بايدن أصبحت معلقة رغم تخطيط الحزب الديمقراطي لتسريع إعلان ترشيح بايدن وتعهده بمواصلة السباق الانتخابي. ووسط تعالي تلك الأصوات الرافضة لاستمراره بالحملة الانتخابية مطالبة بانسحابه، رد مسؤولون في إدارة جو بايدن على المنتقدين بأن الرئيس سيثبت أنهم على خطأ، وأضافوا أن بايدن نفسه بات حريصا على إثبات خطائهم ويخطط لبدء الحملة الانتخابية بمجرد تعافيه من كوفيد-19. يأتي هذا في وقت تقدمت فيه مديرة حملة بايدن جين أومالي ديلون بدلائل أكدها بايدن بأنه سيواصل جمع التبرعات بعد تعافيه من فيروس كورونا.